الرسالة الأخيرة في هذا اللقاء وردتنا من الشاب عين عين ميم من البحرين، يقول أخوكم في الله: أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة مقبل على الزواج، يوجد أثر على وجهي مما جعلني خجول أمام الناس وينتابني الضيق، هل يجوز لي أن أعمل عملية لوجهي مما يجعلني مشوه أمام الناس؟ إذا كان في وجه فيما أثر جدري أو أمراض في وجه أخرى تشوهه فلا بأس، إذا كان أن الأطباء شيء يزيل هذا الأثر ويزيل التشويه عنه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع أنف بعض الناس في الحروب أشار عليه بأن أنف من فضة، فلما أمكن عليه أمره أن يرجع أنف من ذهب وأرخص في ذلك، لأن وجه الإنسان بدون أنف يكون مشوها، ثم رحمة الله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا كان في وجهه حفر من الجدري أو إذا وجد يعني طب عند الأطباء يخفف هذا الشيء، أو في وجهه نقطة سوداء أو أشياء مما يشوه الوجه ووجد علاجا يزيل هذه الأشياء مشوهة فلا بأس بذلك ولا حرج.